ضربة حرة، ضربة حرة تتعمل. الله الله الله، أول أهداف اللقاء. نعم، عميد الأندية الليبية بقيادة فريق يمثل الكرة الليبية هنا في الكويت ينجح تماما. نعم ينجح تماما علي مصباح، ويضيء المصباح وينير الطريق نحو الثلاث نقاط بتصويبة من كرة ثابتة ولا أروع. يا سلام يا علي، علي يا علي، هيلاء زيك فين يا علي. علي مصباح يتقدم بأول أهداف اللقاء 1-0. وقت مستقطع لمدة دقيقة. أدي الفرحة الكبيرة لفريق الاتحاد الليبي. علي مصباح يتفوق 1-0، 1-0. فريق دفاعه قوي. الأرض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى أنين العابدين. دور كبير وعظيم. يا سلام يا أدهم، يا أدهم يا أدهم، قاله أدهم التومي لاعب فريق الشط الليبي وفريق الاتحاد سابقا، ليعود للاتحاد كلاعب معار ويسجل بالفعل هدف تاني ولا أروع. يتقدم فريق الاتحاد الليبي 2-0. لكن هي كلمة قالت وكلنا مشينا وراها، ما ينفعش ما ينفعش. تاني على طول. الله 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 يا مصطفى، مصطفى يا مصطفى، ينجح مصطفى بكاي في تخليص الفارق، وينجح المدرب مبارك الحسيني في الباور بلاير، وينجح تماما في العودة. برافو مبارك الحسيني المدرب، وبرافو مصطفى بكاي، وبرافو عبد العزيز النصاري اللي قام بدور الباور بلاير. الله الله الله، ادي الهدف الجميل اللي تسجل بعد عمل جماعي ممتاز.